وحول هذا الموضوع أيضا ينضم إلينا من لندن الأستاذ مهدي عقبائي، عضو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية. أهلا بك. بصفتك أهلا وسهلا لكم. أيضا نعم، بصفتك عضوا في المجلس الوطني للمقاومة، ما هي رسالتكم للمجتمع الدولي من خلال هذا المؤتمر، وما أهميته في ظل ما تشهد إيران من احتجاجات شعبية عارمة؟ نعم، أهيكم في البداية وأهيي مشاهدي قناة بحرين وإدار قناتكم، تحياتنا وتحية حارة لشعبنا الشقيق وإخواننا في بحرين. حقيقة اليوم كان عقد مؤتمر المقاومة الإيرانية انتصارا كبيرا للمقاومة الإيرانية ولشعب الإيراني، وضربة قاسية للملالي المجرمون. كان مؤتمر السنوي للمقاومة الإيرانية مبرمجة لثلاثة أيام منذ أمس بدأ هذا المؤتمر، واليوم أقيم هذا المؤتمر تحت عنوان إيران حرة البديل بحضور السيدة مريم رجبي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية وهماة المقاومة الإيرانية، بمشاركة الجالية الإيرانية من جميع أنحاء العالم ومئات من السياسيين ورجال الحكومة في العالم من طراز الأول، ووفود من المشرعين نواب البرلمانات وشخصيات البارزة والحقوقيين والثقافيين والاجتماعيين من خمس قارات العالم. أهمية المؤتمرات في هذه الظروف واختلافه مع سابقاتها، نعم ألف الصوت متقطع، نعم. أهمية المؤتمرات في هذه الظروف واختلافه مع سابقاتها يعود إلى أن عقد هذا المؤتمر جاء في وقت انتفض فيها الشعب الإيراني ضد الطغيان والظلم والقمع في إيران، وضد السياسات الهدامة التي انتهجها نظام ولاية الفقيه خلال هذه السنوات في تسيير الهروب والإرهاب والتطرف إلى مختلف بلدان العربية والإسلامية. وهذا معناه أن الشعب الإيراني بكافة أطيافه وأعراقه وأديانه أعلن أنه بريء مما يفعله النظام الحاكم في إيران ضد الشعوب الأخرى، ويستنكره ويدينه بشدة. وهذه حقيقة هي كانت المقاومة الإيرانية تؤكد عليه منذ قديم الزمن. وما يمتاز به المؤتمر السنوي هذا العام أنه يأتي في وقت انتفض فيه الشعب الإيراني. نعم أستاذ مهدي، أستاذ مهدي عفوا، نعم. المؤتمر الذي نتحدث عنه، مؤتمر المقاومة الإيرانية في باريس، حظي بمشاركة واسعة من شخصيات كبيرة من مختلف أنحاء العالم. هذه الشخصيات أيضا أتت لتؤيد وتتضامن مع المعارضة الإيرانية. كيف يدعم ذلك هذا التأييد الدولي، كيف يدعم ذلك من قضيتكم ويساندها، إلى أي مدى؟ حقيقة إذا نظرنا إلى وفود المشاركة في المؤتمر يبين ذلك بأن هناك اهتمام دولي، واختلف ما مضت في خلال سنوات الماضية، كان هناك سياسات التساوم والمساومة والاتجاه النظام الإيراني. شاركت في هذا المؤتمر شخصيات كبار من أمثال رودي جولياني مرشح الرئاسة الأمريكية، وعمدة نيويورك السابق ونيو جينجريتش مرشح الرئاسة الأمريكي ورئيس السابق لمجلس النواب الأمريكي، والحاكم بيل ريتشاردسون، مايكل موكيزي، لويس فيري، كثير من الشخصيات الأمريكية حتى العسكرية مثل جورج كيسي رئيس السابق لهيئة الأركان الجيش الأمريكي، وكذلك رئيس وزراء ووزير خارجية الكينيدي السابق، وزراء الخارجية الفرنسيين السابقين، وزيرة حقوق الإنسان الفرنسية السابقة جولي، نعم. تيرتي، نعم. لا شك أن القائمة تطول، كم كبير، نعم. من الشخصيات، وكذلك العفو، عدد من الشخصيات الدولية والعربية مشاركين في هذا المؤتمر. كل هذا يبين ونؤكد على ما قالت في هذا المؤتمر السيدة مريم رجبي، كلمتها
بأن الشعب الإيراني وبكل قومياته وعراقه ومنذ 6 أشهر قد حققوا فعلا على أرض الواقع انتفاضات بالرغم من وجود القمع في وجهه. وبشأن الإيران قد قالت السيدة مهدي مريم العفو نحن ندعو العفو إلى أستاذ مهدي عقبائي من لندن عضو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، شكرا جزيلا لك.